صباح الورد والفل والياسمين لأحلى أبو عبده بهالدنيا كلها يا إلهي. لك الله ما يحرمني من هالتصفيحة بهالوقت الكويس. خير اللهم اجعله خير. منين نزل عليك كل هالرضا؟ لك اليوم عندي عيد، بدنا نقضي برات الحشر ننبسط سوا. عيد ايش يامو؟ ما خلصنا عياد وحط مصاري؟ عيد الفري اليوم ببرنامج تبع الروجين بغدر باكل الحلفة والتلفة أبو عبده، ما حدا قال علي شي. بالهنا كلي يامو كلي، الله لا يلكعك. لك اشي كلي وما كلي؟ ليش تنبلع معي اللومي إذا ما كنت انت معي؟ الله يجبر بخاطرك. شوف أبو عبدو، برنامجنا اليوم كالتالي: الافتتاحية فطور فول وفتة حمص بالسمنة من عند أنظم محل. بنخليه يجيب لنا شنق بصل هيك فريك معرم، وبنقرط بهالبصلات لحتى يطفشوا البيركين جنبنا على الطاولات. الله يهد عدوكي، بس كأنه بهالشوبات الفول تقيل. يي لا تبدالي تقيل وخفيف، منسمي بالرحمن وبناكل، وبعد بناخد لنا قدح شاي بالنعناع بهضم الأولي والآخري. ايدي على خيرة الله. هلا بعد ما نفطر هالفولات والبصلات ايش بدي يا أبو عبدو؟ نرجع البيت نكوية نومي. لا ما حذرت، بنكون حمضنا تلبت نفسنا بقطع حلاية، منروح منطرق كل واحد فينا شعيبية بقشطة تكون هيك نافشة مثل فرشة الصوف، وعم بيشرشر منا القطر تشرشر، لأنه يا أبو عبدو الغالي في المعدة فجوة لا يملأها إلا الحلوة. قلتي لي فجوة؟ لك ريتو شي فج عدوكي، إيه لك قدرة بعد الفول والفتة وصحن البصل المعرم تاكل شعيبية؟ لخيو كل زاد وقوله فؤاد، تقوم بقى خلينا نتحرك، نهارنا طويل وعن نفع كتير غدوات وعشوات. لا لا أظن لك بعد هالفطور الشهاني ما خرج نتغدى طاول. آه إيشو ما نتغدى؟ وحيات من جمعنا على فرد مخدة، لا أخديك غدا أخليك تظلغت بين الخلايق. بس قبل الغدا بقى منروح منعملنا كم زيارة من شقشق أحل الأرحام لبين اللي يصير موعد الزلغيط. إيدي أمري لله، فين بدك تاخذيني؟ يا سيدي نغير شكل عن الطبخ والنفخ ونروح على هذا المحل اللي جنبنا، بدنا ناكل فيه شي على مكسيكو، شي على غواصة، على زمجر، نخلي المناويز والكاتشب هيك وكريم التوم يصلع كاسنا. محروق قلبي من شوفة الخلق بأرض الجمعة بتاكل تحش وأنا طصي ولا تدوقي. تعجب بعد العمر نحن بواتينا ناكل هيك أكل؟ لك بناكل كل شي، كنت بزمانك تطحن الحجر، هلا صرت تخاف على حالك؟ يبقى أكبرنا يا أم عبدو. ما حدا كبير، لساتك فرجة. إيه يلا باكل لي صندويش إزالت آلة محل. خيو ناكل منقول يا واسع توسع علينا، يا واسع توسع علينا. اضحك الله يبسطك إلهي ولا يحرمني موقفتك جنبي يوم الفري يا سندي انت وتاج راسي. وانت كمان الله يديمك إلهي. بس شوفي بعد الغداء اكيد ما في عشاء. يي قبل ما نحكي بقصة العشاء في سناك، فين تاكلوا علي؟ ومين هو هذا المدري مين بلا زغرة؟ يا سيدي هذا سناك شغلة خفيفة بتتاخد بين الوجبات كتير ضرورية مشان نسدلها حلقة للمعدة ما تنقع علينا. ايوه ونحن بيش نسد الحلقة اللي معدتنا؟ شنق هيطلية معرم بالدندرمان بالفيو قلبنا. يا موش هذا أم عبدو عم تأبدعي، كل أكلي أطيب من اللي قبله. لك أنت سايرني وما بتندم؟ بسايرك، بس شوفي على العشاء ما بحط بتمي ولا لقمة، شمالي أبيان عن حالي أنا. أنت ما دك تعشى تصطفل، أنا ما بقدر أطف ولا فقرة، بس نعني أنا بقول لك، بدي أجعل العشاء خفيف. يعني بطيخة وجبنة، جبسة، جبنة، هيك شي ما بدأ تقل كتير مشان أختم نهار الفري المبارك بأغلى الغوالي. آه؟ منو هاد أغلى الغوالي؟ ليش ضل شي كمان؟ كان تخليطة أكسترا من اللي إلك فيه غرض وهيك بكون ختامه همسك. والله خايف هنهار يكون خاتمتنا أنا وإنتي. إيش عليه؟ الله يكتب لنا حسن الخواتيم. ولا الاحتياط خليني أعمل تليفون، نبلينا التليفون لقلك، هاتي هاتي. يي ما من دك تلقوش؟ قولات صلت علينا حداها، ما بدي حدا يتلبس راسي بهاليوم ويشغلني. دقيقة، سكتي شوي. ألو، مشفى الحياة؟ أختي بدي تحجزيلي أوضة مجوزة عندكم الليلة. بعرف هاي مستشفى مالا أوتيل، بس المساء بدنا نجي بحالة إسعاف أنا والحجة وبدي يلزمنا غسيل معدة فوري. بقى بدي أسوك نكون في محلات ما نلتاش بحالنا فوق ما نحن ملتاشين. لك ليش عم تضحكي يا أختي؟ إيش عم بهرج لك؟ اعملي مثل ما عم بفهمك، حجزيلنا تختين لأنه على الغالب بدنا ننام عندكم، يعلقوا لنا سيروم. إيه لا يؤمر عليك يا ظالم. إيه سجلي. أبو عبدو الورد وحرمه أم عبدو. الله يكرمك، بأمان الله. هيك صرنا بالأمان، يلا على الفري. بس كتير انحريت منك. ليش بقى؟ إنه ما عرفت تحجز لي غير بمستشفى الحياة، قالوا لي أكلهم ما بتاكل، كنت تحجز لي بمستشفى الباشا، عم بحكوا بقفوا على أكلهم. أم عبدو لسا عم تحكي بالأكل؟ أو ما زدتك من الشباك؟ ما بدي الأمسح.